ويقول الإمام أحمد الرفاعي في بعض كتبه، يقول طريق وصولك إلى الله خطوتين. الخطوة الأولى أن تضع قدمك على عنقك، والخطوة الثانية بتكون وصلت إلى الله. شو يعني أن تضع قدمك على عنقك؟ يعني تمارس الذل، ذل للناس، لله عز وجل. ويقول أحدهم، أقول الناس لا أذكر من، نظرت إلى الطرق الموصلة إلى الله فرأيت أكثرها مزدحمة، ونظرت إلى طريق التذلل فرأيته خاويا خاليا وقصيرا.